السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بالنسبة للصوت حلينا الكارتير هذا اللي هو خزان الزيت باش نثبتوا الصوت منين، وزدت انا كونسيت هذايا كوفرت السير، ريت الكوفرت السير هذايا كونسيت اللي هو في بلاصه الفرونو موتور، ونحركوا الفيبروكان يتحرك والكوفرت السير ثابت. شفتوا هاك الطريف هذيك، شفتوا الفيبروكان يتحرك، الكرانك يتحرك والكوفرت السير ثابت، معناتها البولونات اللي جايين في الفرونو موتور من تالي اللي هما في الفيبروكان من تالي في الكرانك من تالي هما المرخوفين. سمعتوا؟ عامل هنا شفت تو الفيبروكان يتحرك، الفيبروكان يتحرك ولا الكوفرت السير هذا اللي هو في مكان الفرون موتور ثابت. انا موتور ميغان بوات اوتوماتيك، شوما اللي يربعوا تو غاديك فاصل الفرون موتور اللي هم هذوما البنات هذوما مرخوفين، تولي هذه تتحرك والكوفرت السير الفيبروكان يتحرك وهذا ثابت. شفت صورت هذوما البنات السته هذوما او ثمانيه او على حسب اللي شد البلاكه هذه، هذوك هم اللي عاملين الصوت، هذاك عاملين الحاله اللي تقول كانها بيلا وهي مش بيلا، هم البنات هذوما مرخوفين. تو باش نحلوا البوات والموتور ونشوفوا ما بيناتهم، نشوفوا ان شاء الله يكونوا ما فسدوا حتى شيء. فون شوفوا كيما توقعت اللي هي الطوله اللي تجي ورا اللي تجي ورا الموتور يشد الكوفر سير، شوفوها كيف تكسرت. هاك الصوت اللي تسمعوا فيه زيتها، شوفوها كيف تكسرت كلها، شقت كلها، شفتوها لدرجة ان الفرون موتور ولا يدور عواش كلال دمر كديماري كلال البنديكس. هذه الطولة اللي هي تشد ما بين علبة السرعة ما بين البوات وما بين المحرك ما بين الفيلبروكان، هذه تركب جهة الكرانك ويسد فيها الكونفرسير اللي هو متاع البوات اوتوماتيك. هذه شوفوها كيف تكسرت كلها، انا كنت نفكر اللي هي البونات مرخوفين، لا طلعت هي مكسره، مش البونات المرخوفين، البونات لابس عليهم، اما هي تكسرت لان ضعيفه وما تستحملش طبعا هي عمرها كبير الاغلب، احنا ما عندناش ثقافه التغيير، لكن جاء وقتها لازم تتغير. قبل نشوفوا تو نلقاوهاش ونغيروها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.